السلام عليكم. بينما تنشغل الأمم في صناعة أجيالها بحثاً عن مستقبل قوي ومزدهر من خلال العناية الفائقة بالأطفال والناشئة، بينما الأمر كذلك ينحصر الهم في المنطقة العربية في توفير الحد الأدنى من الأمن والإطعام وقليل من التعليم للطفل العربي الذي يعيش واقعاً محفوفاً بالخطر بسبب الاضطرابات وضعف دور الدولة. في حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب نبحث مدى التأثير الذي أصاب الطفل العربي نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها دول عربية، كما نتطرق إلى المستقبل الذي ينتظر الأطفال العرب في ظل التحولات الاجتماعية العميقة التي تصيب هذه الدول، ثم نبحث في وسائل ربط الطفل بهويته العربية وكيفية حمايته من الضياع. نبدأ الحديث بعد متابعة التقرير التالي. صناعة المستقبل تحتم على الجميع ضرورة الاهتمام بالطفل، فأخطر ما يهدد مستقبل العالم العربي هو عشوائية التعامل مع الطفل، وهذا بدوره يهدد الهوية العربية بالفناء، فقد تفوق تلك الخطورة من حيث الأثر خطورة قصف عالمنا العربي بالسلاح النووي، فما فشلت الجيوش المعادية فيه يمكن أن يتحقق بسبب القصور في النظم التربوية. يولد الطفل العربي بنفس الدرجة من الذكاء التي يولد بها الأطفال في العالم، ويمر مثله بمراحل النمو المختلفة حتى تبدأ سنوات التفاعل بينه وبين البيئة التي تحيط به، ومن هنا تبدأ الخطورة، حيث يتوقف منحنى الطفل العربي أو ينحو إلى الانحدار، فيعاني موت بذور الإبداع والتجديد في داخله، أو أن عليه أن يمتلك روح المحارب ليبقى طافياً فوق السطح. ولعل هذا ما يفسر لنا نماذج العلماء العرب المبدعين الذين وجدوا منفذاً للهرب وحلقوا عالياً في سماء الإبداع، ولكن خارج أوطانهم. الإعلام بدوره المؤثر قدم واستورد من المواد التي تعاني ترهلاً وحشواً غير مبرر للكبار والأطفال، بما لا يجدي نفعاً وبما يضر الذوق العام ويتسبب في تدني الأخلاقيات والسلوك والآداب العامة. فطفل اليوم أصبح مطلعاً على كل شيء وواعياً بكل ما يدور حوله، فذهب إلى ما يقدم للكبار وقفز عن الطفولة بشكل مخيف، في حين كان لابد للإعلام أن يقوم برسالته كاملة في الارتقاء بالطفل من حيث الخيال والجمال والإبداع. منظمة اليونيسيف التي تهتم بشؤون الطفل حول العالم حثت الحكومات على الاستثمار بسرعة في الخدمات التي تخص الأطفال، وخصوصاً الأشد حرماناً، وزيادة الحصة العامة من مخصصات الميزانية للبرامج المعنية بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويبدو أن الغالبية العظمى من الأطفال في العالم العربي يعيشون بلا طفولة حقيقية ويشيخون قبل الأوان، فهم وقود كل الحروب والنزاعات، وإن الملايين منهم يعانون الحرمان والنزوح والتشريد كما يحصل في العراق وسوريا واليمن، وهم ضحايا الفقر الذي يحرمهم حقهم في التعليم ويلقيهم مبكراً إلى أسواق العمل، وحتى الذين تتاح لهم فرصة التعلم والترقي يقعون ضحايا النظم التعليمية المتخلفة التي تقتل ما في داخلهم من إبداع وتزرع فيهم الخوف والريبة من الحياة. إذن عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صالح فاضل المستشار التربوي، كما ينضم إلينا عبر خدمة زوم من مدينة سوسة الساحلية في تونس الأستاذ أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة بتونس. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ مع الأقربين جغرافيا وكلاكما أقربين. أستاذ صالح، في البداية كيف تقيم وضع الطفل العربي بشكل عام في المرحلة الراهنة وخصوصا في الدول التي شهدت حراكا؟ طبعا نحن في إحصائية منظمة اليونسكو ومنظمة أنقذوا الأطفال أشارت إلى 1.3 مليار طفل حول العالم يتعرضون إلى أخطار متنوعة، منها الفقر الشديد جدا، الحروب، الحالات النفسية وغير ذلك، والكثير من هؤلاء هم من الأطفال الموجودون في المنطقة العربية
والذين تعرضوا إلى الأخطار الثلاثة المذكورة. ففي تصنيف أو هناك التصنيف أو يعني حاط وضعوا معيارا أو هو مؤشر خاص في قضية مخاطر الطفل ل 179 دولة حول العالم. حقيقة هناك دولة واحدة في الصنف الأول من المنطقة العربية وهي الكويت قد حصلت على المرتبة 38، ثم تأتي دول الخليج وصنفت في الصنف الثاني، منها قطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية، وفي المنطقة العربية آخرها يعني في الصنف الثاني مصر في المرتبة 91، وأسوأ المراكز هي سوريا واليمن والعراق. هذا بحسب حماية الأطفال. نعم، حسب منظمة أنقذوا الأطفال التابعة لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وهذه الإحصائية في عام 2019 تقريبا. بالنسبة لأطفال سوريا مثلا نموذجا في قضايا الحرب، 80% من أطفال الشعب السوري تعرضوا وما زالوا يتعرضون لمخاطر كبيرة جدا، صحية، تعليمية، نفسية، وهذه فيها تفاصيل إن شئتم ندخل بها في حقيقة إن شاء الله في هذه الحلقة، لنؤكد المخاطر الكبيرة جدا على جيل في بلاد الشام عامة وحتى فلسطين في الكيان الصهيوني، أطفالنا في غزة وأطفالنا أيضا في القدس آخرها في الانتفاضة، كيف تعرضوا إلى الإهانات مما يسمى بجيش الصهاينة أو الدفاع الإسرائيلي. فالقضية الإنسانية للطفل العربي وخاصة في مناطق الحروب حقيقة قضية منتهكة في ظل سكوت مطبق من العالم، وكأن هناك أمر يرسم لأطفال العرب والمسلمين في هذه الآونة لتهديد الهوية العربية والإسلامية في المنطقة، لأن الأجيال لا تقاد، بل النهضات لا تقوم بدون هوية، فالهوية هي ركيزة أساسية من ركائز النهضة. هذا موضوع الهوية ربما نبحثه في المحور الأخير من الحلقة، سأعود إليك بعد قليل لرصد هذه المظاهر. لكن لو ذهبنا إلى سوسة أستاذ أنور، يعني الطفل هو الشريحة أو هو الجزء الأضعف في النسيج المجتمعي في أي مجتمع، ويزداد هذا الأمر ضعفا في حالة الأزمات كما هي في حال الدول العربية. الحقيقة الآن المنطقة العربية تشهد عنفا سياسيا وأمنيا كبيرا بسبب ردود فعل الحكومات على التظاهرات التي خرجت مطالبة بالتغيير السياسي. ألتمس منك أن تقدم لنا رصدك لظاهرة أو لدرجة التأثير الذي خضع له الطفل العربي في عموم الوطن العربي وفي القلب منه في الدول التي شهدت الانتفاضة. أهلا بكم، شكرا لكم وفي أسرة قناة الرافدين لإثارة هذا الموضوع الراهنية الإشكالية بامتياز، والذي يتعلق بواقع المجتمعات العربية ومستقبلها، خاصة فئة الأطفال، لأنها الفئة الأكثر ضعفا والأكثر استهدافا خلال الحراك الاحتجاجي الذي عرفه العالم العربي منذ سنة 2011 إلى حد اللحظة. يضاف إلى ذلك أن هذه الفئة أيضا كانت مدار استهداف خاصة في مناطق النزاع في عدد من الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن والسودان. والواقع أن هذه الدول هي من البلدان التي يتعرض فيها الأطفال إلى انتهاكات جسيمة، إلى جانب دول عربية أخرى. وبحسب تقرير صادر حديثا عن منظمة الأمم المتحدة وقدمته الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال بالمنظمة الأممية، فإن حوالي 420 مليون من أطفال العالم يقعون في مناطق النزاعات أو في مناطق الحراك الاحتجاجي. والحقيقة أن ما نفاجأ به أن حوالي يعني 7000 طفل بحسب هذا التقرير يتم تجنيدهم لخوض معارك لم يقرروها ولم يختاروها، فيتم إدراجهم في حروب لكي يكونوا في الجبهة الأولى للقتال كما حصل في ليبيا مثلا. لاحظنا يعني أخيرا أن عددا من المجندين
في صفوف ما يعرف بجيش حفتر في ليبيا هم أغلبهم لا يتجاوز سن 15 من العمر، وتم القبض عليهم أثناء هجمته يعني الشرسة على مدينة طرابلس بليبيا. يضاف إلى ذلك أن عددا كبيرا من الأطفال بحسب منظمة العمل الدولية من الأطفال العرب يجبرون على مغادرة مقاعد الدراسة ويدفعون بسبب الفقر أو بسبب الحروب أو بسبب حالات عدم الاستقرار الأمني إلى الدخول في معترك الحياة المهنية، وهم لا يملكون يعني أدوات أو مهارات للانخراط في سوق العمل، فيتم استغلالهم في مستوى التوقيت، يعملون لساعات طويلة، يبذلون الجهد الكثير ويتقاضون مرتبات يعني لا تناسب جهدهم المهني. لذلك فالواقع هو أن الطفل العربي منفك يعاني من عدة جوانب، منها ما تعلق بالأوضاع الأمنية، منها ما تعلق بالأوضاع السياسية، يعني حالات القمع المشهودة في عدد من الدول العربية خاصة في سوريا وفي مصر وفي دول أخرى، يعني يجد الطفل نفسه محروما من والديه بسبب انتماءاتهم السياسية، أو محروما من أسرته بسبب هجمات أثناء الحرب، ولاحظنا ذلك خاصة في مستوى الهجمة التي شنتها يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة مؤخرا. يعني هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم بلا مأوى، بلا مسكن، بلا سند عائلي، خاصة أن آباءهم وأمهاتهم قد يكونوا ذهبوا ضحية هذا القصف العشوائي هنا أو هناك. من هنا فإن الطفل العربي الذي يعد ثروة العرب الكامنة ومن خلاله يتم رسم معالم المستقبل العربي عموما، لأن الأمة لا تتقدم إلا إذا تحسنت أوضاع أطفالها، ومعلوم أن الأطفال والشباب هم الفئة الأكثر ديموغرافيا في المجال العربي. لذلك من المهم بمكان أن يلتفت صناع القرار إلى هذه الفئة وأن يوفر لها من الحقوق والضمانات ما يجعلها قادرة على أن تطلع بمهام المستقبل، لأن المستقبل نعم أستاذ أنور، هذا مرتبط بلغة الحلول التي أيضا سنبحثها في الجزء الأخير من هذه الحلقة، ولكن عطفا على ما ذكرته دعني أتحول مرة أخرى إلى الاستوديو. أستاذ صالح، يعني بناء على ما قاله ضيفنا من سوسة، على سبيل في محاولة لرصد مظاهر الأذى الذي تعرض له الطفل العربي بفعل الأوضاع الراهنة وخصوصا في الجانب التعليمي، ماذا يمكن أن يقال وأنت مستشار تربوي ومؤسس لعدد من المدارس؟ يعني اصلا يعني نحن سنفصل ما قبل الحروب وما بعد الحروب وثورات الربيع العربي. حقيقه ما قبل الثورات العربيه التعليم حتى لا يرقى الى المعايير المقبوله اكاديميا، فما بالك ما بعد الثوره. ونعرف ونحن ابناء ريف في سوريا، وسوريا قبل الثوره ربما افضل من عدد كبير من الدول، مع ذلك نجد أن لا نوعية في للمعلمين. طلبة في الثالث الإعدادي شهادتهم يصبحون مدرسون في المدارس دون أي تأهيل تربوي، صف تاسع فقط يدرسون الطلاب في الثانوية. هناك الحقيقة خطة واضحة من النظام السوري لتجهيل الطلبة وخاصة لدى البيئات المحافظة. بعد الحروب الآن في عندنا حوالي 1.2 مليون طفل سوري محرومون من التعليم نهائيا. 1,200,000. نعم 1,200,000 حسب إحصائية 2019، لا أدري يعني في التحديثات الحديثة. 700,000 طفل محرومون من التعليم، 1.2 مليون في الداخل السوري. أما داخل المحرر أم في مناطق نظام؟ في كل المناطق. طيب. لكن في عندنا 700,000 أيضا في سن التعليم محرومون من التعليم في دول الجوار أيضا. فهذه المسألة حقيقة يعني معنى ذلك أننا مقبلون على جيش كبير من الجيل القادم هو جيل جاهل،
والجيل الجاهل يعني الجهل دائما أو الجهل كما يقال عدو نفسه، فما بالك في ماذا سيقدم للمجتمع. هذا التجهيل حقيقة يبدو أن هناك استراتيجيات، بعض الدول المتقدمة تضع استراتيجيات للتقدم العلمي، لكن هذه الأنظمة الغير منتمية إلى أمتها تضع استراتيجيات للتجهيل، سواء التجهيل العملي من خلال تدمير المدارس. نحن في عندنا إحصائية، أنا أريد أن تحدثني عن مظاهر هذا التجهيل. نعم، يعني اليوم أنا بدي أحكي فقط أنه هذا النظام المجرم مع المحتلين الروس والإيرانيين كم دمروا من المنشآت التعليمية. الحقيقة أولا بدنا نقول طبعا سوريا كأنموذج وينسحبوا على نعم سوريا 500 طبعا، وهذه كلها الإحصائيات اليونسكو لعام 2019، 542 هجمة على المرافق التعليمية، 533 هجمة على المرافق الطبية، وسأربط لماذا. حقيقة المرافق الطبية مرتبطة أيضا بالمرافق التعليمية. اليوم 39% من أطفال سوريا لغاية 2020 محرومون من التطعيم، وكلمة محرومين من التطعيم معنى ذلك أنها أمراض، وأمراض خطيرة جدا، وبالتالي عندما يجتمع الطلاب أيضا مع بعضهم البعض إن توفر لهم جمعا فالأمراض تكون بزيادة بسبب عدم وجود التلقيح. طبعا يجب أن نعلم أن السوريون يعني نسبة الزيادة كبيرة جدا، يعني 6 مليون طفل ولدوا منذ بداية حرب 2011 حتى 2020. نسبة الإخصاب عالية. نعم نسبة الإخصاب عالية. تصور من 6 مليون 39% لا يوجد لهم طعوم صحية. حتى نهاية عام 2019 نزح 2.6 مليون طفل نزوح، إذن هذا النازح بدون تعليم. وأكثر من ثلثي الأطفال، وهنا خطيرة جداً، إعاقات جسدية وعقلية. ثلثي الأطفال إعاقات جسدية وعقلية. لماذا؟ هؤلاء الذين هجروا كيف؟ هجروا تحت إطلاق النار، تحت قصف الطائرات، تحت قصف الصواريخ والبراميل المتفجرة، ومنهم من شهد تدمير المدارس على رؤوسهم، أو كان يراجع في مرفق طبي ودمر المشفى على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ. إذن وهؤلاء يعني ثلثي الأطفال اللي فيهم إعاقات جسدية وعقلية ونفسية يحتاجون إلى خدمات متخصصة. اليوم السوريين الذين هربوا أيضا إلى دول الجوار وإلى أوروبا هربا بحياتهم وأسرهم، أيضا تم تفريغ المنطقة من علماء النفس ومن الأطباء ومن المعلمين ومن كل الخبرات العلمية، فبقي كل واحد يفتش على حل فردي، والحلول الفردية بعمرها لن تكفي. تسجيل 5 ملايين محتاجين للمساعدة الإنسانية، 150,000 طفل معرضون لنقص التغذية إذا استمرت الأزمة، 1 مدرسة من كل 3 مدارس إما تضررت أو دمرت وأصبحت غير صالحة لممارسة التعليم، 2.1 مليون طفل خارج المدرسة في سوريا، 1.3 مليون طفل عرضة لخطر التسرب أيضا. و 39 قنا لا يوجد لهم لقاحات. 89% بدنا نعرف من الأطفال تتراوح أعمارهم من 1 سنة إلى 14. ما تحدثنا هذه الإحصائية من 1 سنة إلى 14، وأنا مستغرب من اليونسكو خلاف للدساتير الأوروبية الغربية تعتبر الطفل هو ما دون 15. أنا أعرف الدساتير الأوروبية هم ما دون 18. فالحقيقة هؤلاء من 89% من أطفال سوريا تعرضوا لعقوبة جسدية أو اعتداء نفسي من قبل يعني من قبل النظام والمستعمرين. يعني هذه الأرقام المخيفة التي ذكرتها في سوريا حقيقة يعني قد يكون قريبا منها في ما حصل في ليبيا، في اليمن، ربما بشكل أقل في العراق ومصر، لكن الوضع ربما يكون قريبا من هذه الدول العربية. دعني أتحول إلى ذلك. أنا أضيف فقط بس اليونسكو قالت عن اليمن وسوريا هم في ذيل القائمة العالمية 179. أستاذ أنور،
هل يمكن القول إن هذه الأثار السلبية والأرقام المفزعة التي نقلها ضيفنا في الاستوديو عن منظمة أممية تكشف يعني أن الأمر مهول ومرعب حقيقة، هل هذا ينسحب فقط على الدول التي شهدت حراكا وانتفاضة وبقيت الدول المستقرة بين قوسين في أطفالها بقوا في مأمن من التأثيرات السلبية؟ طبعا الدول التي فيها نزاعات أو فيها يعني انتفاضات أو فيها يعني أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية متخلفة، في هذه الدول العربية حالة استهداف الأطفال منتشرة بشكل فادح، لكن هذا لا يمنع من أن واقع الطفل العربي عموما يمكن اعتباره واقعا مترديا. إذا استثنينا منطقة الخليج العربي التي يتمتع فيها الطفل بقدر نسبي من الاستقرار النفسي والاجتماعي وبقدر معتبر من الرعاية الصحية والتعليمية، فإن دول عربية أخرى من فكت تعاني من تخلف في مستوى المؤسسات الصحية، في مستوى رياض الأطفال، في مستوى الوسائل التعليمية والمؤسسات الموجهة لترشيد الطفل وتعليمه. لذلك ترى أن نسبة كبيرة من الأطفال في مصر أو في تونس أو في دول عربية أخرى في الصومال أو غيرها يعني ما زالوا يعانون من مشكلة الخروج المبكر من مقاعد الدراسة، وذلك لأسباب مادية أو لأسباب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو التربوي أو بتخلف الوسائل التعليمية، فليس هناك ما يحفز الطفل على أن يواصل الدراسة، خاصة أنه يلتفت ويجد جاره قد حصل على شهادة الدكتوراه وهو يعاني البطالة، ويجد صديقه أو ابن أو أحد جيرانه الآخرين أو أحد أصدقائه الآخرين قد تحصل على شهادة جامعية عليا لكنه لم يتمكن من الحصول على عمل يضمن كرامته ويضمن استقراره، فينخرط الطفل من البداية في سوق الشغل ويواجه الكثير من الانتهاكات. ويكفي أن نشير هنا إلى أن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة سنة 2019 يقول بأن حوالي 25 ألف انتهاك تم ارتكابها ضد الأطفال سنة 2019 وحدها. يضاف إلى هذا أن الانتهاكات متعددة، منها ما تعلق بتشريد الأطفال، بتهجيرهم قسريا، بمنعهم من الحصول على المساعدات الإنسانية خاصة في فلسطين، بمنعهم من مواصلة مسارهم الدراسي، بإجبارهم على الزواج مبكرا، إلى غير ذلك من الانتهاكات في بعض الدول القامعة. أستاذ أنور، يعني نحن نتحدث عن خمس دول شهدت انتفاضة، نتحدث عن مصر وسوريا وعن اليمن وليبيا وتونس، يعني نصف عدد هذه البلدان فيها تقريبا نصف عدد سكان الوطن العربي. هل يعني أن الدول التي لم تشهد انتفاضات وحراك أن مستقبل، لن نتحدث عن المستقبل بعد قليل، أن الواقع الآن، الواقع الراهن لأطفالها هو في بحبوحة من العيش وأنه مبشر بأوضاع جيدة؟ ليس بالضرورة أنها في بحبوحة. يعني مسألة الحديث عن بحبوحة هي حديث عن حالة من الرفاه، هذا غير مشهود بصراحة في الدول العربية التي لم تشهد انتفاضات. هي بدورها ما زال الطفل يعاني من الإهمال، ما زال يعاني من التهميش، الطفل مغيب داخل الأسرة، مغيب داخل المؤسسة التعليمية، لا يستشار، لا يتم تنمية يعني مهارات وملكات الابتكار والتفكير الإبداعي عند الطفل، يتلقى الطفل تعليما تقليديا. حتى في الدول العربية التي تتمتع بحالة من الاستقرار الأمني والرفاه المادي، يعني أنت تلاحظ أن مناهج التعليم هي مناهج متخلفة تعتمد التلقين ولا تعتمد التحفيز الذهني أو التشجيع على الإبداع الفكري لدى الطفل في مراحله الأولى. نحن نعرف أن الدول المتقدمة تقوم بإحداث مجاميع للأطفال العباقرة أو مجاميع للأطفال ذوي المواهب الخارج عن المألوف، فتتم رعايتهم ومتابعتهم وتوفير الوسائل المناسبة لإنماء قدراتهم يعني الفكرية والتحليلية. لذلك أنت ترى مثلا في أوروبا أخيرا يعني طفلة صغيرة تقود معركة
معركة الدفاع عن المناخ أو معركة الاستقرار المناخي. يعني بصراحة لم نرى يعني انتباها أو التفاتا إلى هذه الكفاءات الصاعدة في السياق العربي حتى في الدول التي تتمتع ببحبوحة من العيش. طيب هذا عن واقع الطفل العربي بناء على التفاعلات السياسية والأمنية، لكن ماذا عن مستقبله؟ أي مستقبل ينتظره؟ هذا ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث عن مستقبل الطفل العربي في ظل التحول السياسي والمجتمعي الذي تشهده المنطقة. سريعا إليك أستاذ صالح، يعني تحدثت عن واقع الأطفال في ظل الأوضاع السياسية والأمنية خصوصا في الدول التي شهدت انتفاضة عربية، لكن لا يبدو أن المنطقة الآن تسير نحو الهدوء ونحو الاستقرار، الوضع ما زال مضطربا. في هذا السياق إلى أي مدى يمكن القول أن شريحة الأطفال في المجتمع وهي الشريحة الأضعف إلى أين تتجه؟ أيضا سأعود إلى إحصائية اليونسكو عندما تتحدث أن بالعقد الأخير اللي هو 10 سنوات ازدادت الجرائم ضد الأطفال وازدادت المخاطر ضد الأطفال بنسبة 300%. بشكل عام أم في المنطقة العربية؟ بشكل عام، لكن في المنطقة العربية زي سوريا واليمن والعراق وفلسطين النسبة هي عالية جدا، ربما أعلى دول العالم في نسبة المخاطر على الأطفال. لماذا؟ لأن الحقيقة الطغاة لا يرحمون لا الكبير ولا الصغير. يعني نحن كلنا نذكر حمزة الخطيب طفلا من مدينة درعا قطعت أعضاؤه التناسلية وهو طفل عمره لا يتجاوز 10 سنوات، حمزة الخطيب. نعم. نتذكر يعني هذه القضايا لنعرف طبيعة النظام. الأمور الحقيقة تتجه إلى عقد نفسية كبيرة في المجتمعات التي تعاني من الحروب، لأن انتهاك حقوق الطفل حقيقة سيؤثر في الحالة النفسية على الأم والأب. أيضا اعتقال الأم والأب أو إهانتهم أو إفقارهم أيضا سينعكس بشكل أو بآخر على الطفولة. اليوم المجتمع العربي ومجتمع الظلم، المناطق اللي فيها مظلومية كبيرة كسوريا واليمن وليبيا وغيرها، حقيقة أن منظومة المجتمع، منظومة القيم المجتمعية قد ضربت في الصميم، لأنه تدمير مؤسسة الأسرة. وأقصد بالأسرة في عندنا أسرة صغيرة وأسرة ممتدة، وفي أسرة مجتمع وخاصة في الأرياف والعشائر والقبائل. هؤلاء عندما نزعوا من بيئاتهم كمن يريد أن يزرع شجرة برتقال في سيبيريا فإنها ستموت. حقيقة مات الأسر العربية بأطفالها موتة ثقافية، لأن الحالة النفسية حقيقة التي وصل إليها أطفالنا لا يمكن حقيقة مهما أبدع العلماء في عملية إصلاح كثير من الحالات. يعني أنا البارحة اطلعت على رسوم أبنائنا أطفالنا الذين هم في مخيمات اليونان كيف عبروا عن مآسيهم بالرسم. أحدهم رسم قبر والديه الذين ماتوا وهم في طريق التهجير، عبر عن هذه الحالة بالرسم لأنه لا يجيد اللغات. هؤلاء كلنا نتذكر الطفل اللي مات وقل سأخبر الله عما فعل بي، سأخبر الله شو سويته فينا، يا رب موتني وخذني على الجنة حتى آكل خبز. هذه كلها حقيقة تعكس واقع مرير في المجتمع العربي.
الأفق مسدود حقيقة إلى الآن، لأن المنظمات أيضاً الخيرية والمنظمات التي تعنى بالعمل الخيري في بلادنا، هناك دراسة أكاديمية حقيقية قام بها أحد الباحثين بيقول أنه 15% فقط من أموال الجمعيات الخيرية هي التي تصل إلى مستحقيها، ومستحقيها معلوم هو جزء كبير منهم من الأطفال، الشعب السوري أكثر من نصفه أطفال. فإذا حقيقة القضية متشعبة، التغيير لا يكون إلا بتغيير رأس الهرم وتغيير البنية القانونية وإيجاد بيئة صالحة لتربية الأطفال. حتى لا نقفز على المحاور، كبير في حتى لا نقفز على المحاور، بعد الفاصل سنبحث وسائل الحلول الممكنة. لكن لو عدت إليك أستاذ أنور مرة أخرى، يعني حقيقة هذه الأرقام التي تقدمها المنظمات الدولية فيما يخص الطفل في المنطقة العربية تحديدا مترافقة مع تغير أو تحول اجتماعي عميق حقيقة في الدول العربية، يعني هناك تغير في العادات في التقاليد، انسحب على النظرة إلى الدين، النظرة إلى الهوية لدى المجتمع. كيف ترسم مستقبل الطفولة العربية في ظل هذه التحولات الاجتماعية؟ عمليا يعني الطفل العربي هو ينتمي إلى الاجتماع العربي، يعني هو غير معزول عن هذه الحاضنة الاجتماعية أو السياسية التي ينتمي إليها. من جهتي شخصيا لا أدين فعل الاحتجاج أو الثورة ضد الأنظمة القامعة، من حق هذه الشعوب أن تثور، من حقها أن تحدث تحولا سياسيا، لأنها انتبهت أخيرا إلى أنها تنتمي إلى دول وطنية تدعي الوطنية لكنها لا توفر المطلوب. لذلك أنتم ترون عفوا يعني المحتجين يعني في العراق وفي السودان وفي سوريا وفي ليبيا وفي غيرها يريدون يرفعون شعار نريد وطنا، نريد دولة مدنية. إذا انتبهوا أخيرا إلى أن هذا النظام الحاكم لم يوفر لهم الضروريات لزمان عيش كريم. من بين هذه الضروريات توفير مؤسسات تعليمية متطورة، توفير رياض أطفال متطورة، توفير مواطن شغل للناس، ضمان العيش الكريم، السماح بهذه الكفاءات من الأطفال وغير الأطفال بالتعبير عن وجودها بطرق مختلفة. إذن حالة التحول النشود ناتجة أيضا عن أننا أصبحنا ننتمي إلى عالم هو بمثابة قرية واحدة، فالعالم يتنافذ بعضه على بعض بسبب ما يعيشه العالم من ثورة رقمية تقنية، ما يعرف بعالم الوسائط المتعددة، الوسائط الرقمية المتعددة التي جعلت الإنسان يكتشف يعني حجم التطور أو حجم التخلف في هذا البلد أو ذاك. فالمواطن العربي أو الشاب العربي أو المنتقد العربي انتبه إلى أننا ما زلنا في آخر القافلة في مستوى حركة التقدم والتحضر دوليا. لذلك انتفض الناس لتحسين هذه الأوضاع، ووضع الطفل العربي في حاجة إلى أن يتحسن بصراحة. يعني قليلة جدا الدول العربية التي عندها مجلة حقوق طفل. في تونس هناك مجلة حقوق طفل منذ عقود، لكن تطبيق محامل هذه المجلة ما زال يحتاج إلى كثير من الجهد. الأطفال اليوم ينشدون السلام، ينشدون أن يعيشوا في حالة من الراحة والطمأنينة والأمان، يبحثون عن من يمد لهم اليد لكي يتمتعوا بطفولتهم بهذه اللحظة الفارقة في حياتهم، لأنها لحظة ترسم ما بعدها. إذا كان الطفل يعيش حياة غير سوية في مرحلة طفولته فتأكد بأن مستقبله لن يكون سويا، لأنه يعاني في طفولته من التشريد ومن التعنيف ومن التهميش، ولا يجد له صوتا داخل الأسرة ولا داخل المؤسسة التعليمية، ويتم احتقاره ويتم توظيفه ويتم استغلاله جنسيا ويتم الاعتداء عليه لفظيا وجسديا. كل هذا يجعل الطفل في العالم العربي مهددا ومستقبل العرب مهددا بامتياز، لأننا نحتاج إلى أن تنتج البيئة الثقافية والأسرية والتربوية العربية أجيالا سوية صاعدة قادرة على أن تضطلع بمهمة التقدم في السنوات المقبلة، وإلا فإن العالم العربي سيصبح يعاني ويلات أجيال مشكلتها أنها وجدت الأبواب منصدة أمامها،
التشغيل غير موجود والرعاية غائبة والإحساس بالإحباط كامل في الإنسان منذ لحظة الطفولة. طيب لذلك لا تتوقع من هؤلاء أن يقدموا لك يعني المستحيل. هم طيب نتاج بيئتهم التي أعملتهم. حتى يقدم العرب أو ينتج العرب جيلا من الأطفال سوية عالية وجيدة يحتاج هذا إلى الحديث عن الوسائل. هذا الحديث عن الوسائل أسأل عنه بداية الأستاذ صالح، يعني هل ثمة وسائل وآليات وحلول معينة للحفاظ على جيل العرب، الذي هذا الجيل الناشئ من الأطفال العرب الذي يعني في المحصل الحفاظ على المجتمعات العربية؟ حقيقة الأمر أولا كل أمر يحتاج إلى بيئة صالحة لأي عمل نهضوي في التعليم أو التجارة أو الصناعة. اليوم أول شرط من شروط تحقيق التنمية التعليمية والثقافية وبناء نفسية الطفل علميا ونفسيا وجسديا تحتاج إلى وقف الحروب، لأنه في بيئة الحروب لا يمكن أن تؤدي أي عمل بطريقة سليمة وصحيحة. الأعمال في الحروب هي كلها أعمال ترقيعية. لكن الآن المنطقة العربية في مرحلة تحول تاريخي قد تطول، إذا لم توقف الحرب أو لم يرد لهذه الحروب أن تتوقف، هل يمكن الحديث عن وسائل في ظل هذا الوضع المتحول؟ هي وسائل ترقيعية الحقيقة، لن تكون منتجة، لأنه طبيعة بيئة حروب. يعني اليوم الطفلنا نحن ونعلم يعني سوريا أكيد كاليمن وكليبيا، اليوم في عنا تعليم في الخيمة التي لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، لا يوجد فيها مختبر، لا تستطيع أن تمارس أنشطة، لا توجد أي أدوات على الإطلاق، في إطلاق نار فوقهم، في تجويع، في إفقار. الأطفال الأيتام على سبيل المثال يحتاجون لرعاية خاصة. الأطفال المصابون بالتوحد، هناك كمية هائلة جدا من أطفال مصابين بالتوحد. أين هي اليد العاملة الماهرة في العمل مع هذه النوعية من الأطفال؟ أليست الحاجة أم الاختراع كما يقال؟ أليس يمكن أن نقلب الصورة لنرى أن هذا الوضع يمكن أن يساهم في إنتاج جيل على قدر كبير من الوعي والدراية والعلم دفعته إلى ذلك الحاجة والظروف الصعبة؟ لذلك أنا الآن بدي أناشد الجزء الآخر من العرب والمسلمين والسوريين أيضا، أهل الهم طبعا بالنسبة لسوريا، وأكيد طبعا حديثنا عن العرب، نحن عن العرب على نعم. على أمتنا أطفال العرب عموما نعم. يعني اليوم الإخوة العرب من سوري وعراقي ومصري اللي قاعدين في تركيا نموذجا، عليهم اليوم عندنا فرصة ونحن عايشين في بيئة آمنة وطيبة مميزة أن نخرج شبابا متخصصون في علاج التوحد، متخصصون في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، متخصصون في بناء مناهج خاصة في الأطفال لتطبيقها هنا وأيضا في المناطق التي نستطيع أن نصل إليها. اليوم فرصة يعني لهؤلاء مثلا أن يطبقوا هذه الإبداعات التي ينتجونها في خلينا نقول في دول الرخاء النسبي ونقلها إلى الدول أو الأراضي التي شعبها مكلوم كما في المناطق المحررة. حقيقة هناك جهود، أنا لا أنكر هناك يعني إصرار حقيقة من ثوار سوريا. أنا أتكلم دائما سوريا ليس عنصرية، وإنما لأني أنا ابن البيئة وأدخل إلى الداخل السوري. هناك إصرار رغم العقبات على التعلم، هناك إصرار على إنتاج جيل رائع جدا مرتبط بدينه وبتراثه وعاداته وتقاليده، لكن أيضا هناك اختراقات كبيرة. لن ننسى ما يتعرض له الأطفال اليوم إلى العنف الصحي والعنف الجسدي والعنف اللفظي، وقضية أخرى جدا المخدرات التي تنتشر في المجتمع. نحن علينا أن نتداعى كشرفاء هذه الأمة لمحاربة كل هذه الآفات وعلى رأسها المخدرات، لأن المخدرات لا تخرب الطفل بطريقة مباشرة، إنما عندما نحن نخرب الأسرة من خلال المخدرات، يعني خربنا الأم والأب أو الشخص الكبير أو البنت الكبيرة، خربنا الأسرة بكاملها. فلذلك حقيقة نحن ندعو إخوتنا الثوار في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن في المناطق التي يسيطرون عليها أن يعودوا إلى الحكماء ويبحثوا في إنشاء إدارة تربوية عادلة، إدارة تربوية صحيحة فاهمة وخبيرة،
للحد من هذه المخاطر التي يتعرض لها جيل كامل. فنحن الخبرات موجودة، نستدعيها من الخارج. إن لم يأتون من الخارج، هؤلاء يساهمون في التدريب لتدريب عناصر تقوم بهذه الخدمة في الداخل السوري أو الداخل الليبي أو الداخل العراقي وغير ذلك. هذه أحد الحلول، والجمعيات الخيرية تحتاج إلى رقابة عليها، لأنهم يمتلكون مالا ويمتلكون قدرة، والمتبرعون الأخيار قصدوا عمليات إصلاحية من خلال هذه الأعمال. فلذلك علينا أن نسعى على إنضاج إدارة صحيحة في المناطق التي تحت سيطرة الثوار، لكي نبني أسس الدولة العادلة المبنية على طفل مستقيم. نعم. تعرض ما تعرض إليه فيحتاج إلى تخصص وقوة. سأرجع إليك، لكن أستاذ أنور، يعني ما المداخل المهمة والمؤثرة ل يعني الحفاظ على تماسك طبقة الأطفال في المنطقة العربية؟ هل نتحدث عن مدخل اللغة، مدخل الهوية، مدخل الدين، مدخل التعليم؟ ما المدخل الأهم برأيك للحفاظ على الأطفال في هذه المرحلة؟ سؤال وجيه ومهم جدا. طبيعي جدا أن الوضعية هي إشكالية ومتردية، لكن تحتاج إلى مداخل لحلها ولتحسين وضعية الطفل العربي، وهذا ممكن بكل المداخل التي ذكرتها، التي تفضلت بذكرها. يعني نحن اليوم من المهم بمكان أن نلتفت إلى قنوات تشكيل الوعي الجمعي وقنوات تشكيل وعي الطفل بالأساس، أعني خاصة النواة الأسرية أولا، المؤسسة التربوية ثانيا، المؤسسة الدينية ثالثا، والفضاء الافتراضي أو ما يعرف بعالم الشبكة ثالثا. لأن الطفل اليوم لا يتم تشكيل شخصيته بالاعتماد على الأسرة بحسب. صحيح أن الأسرة من المهم بمكان أن تحرص على حماية الطفل وعلى رعايته ومتابعته وتوفير حاجياته وتوجيه الوجهة المثلى، وذلك ممكن من خلال السماح لهذا الطفل بأن يعبر عن نفسه داخل الفضاء الأسري، أن نستمع إليه، أن نجيبه إجابات واضحة ومفهومة على أسئلته التي هي أسئلة ذكية في بعض الأحيان، لا أن نجيبه إجابات مختزلة مختصرة سخيفة. لأن قدرة الطفل على السؤال تنمي لديه ملكة التحليل وملكة التفكير الإبداعي. يضاف إلى هذا أن الأسرة اليوم في عالمنا المعولم غير قادرة لوحدها على تشكيل شخصية الطفل. الطفل يتأثر بما يشاهده في التلفزيون، يتأثر بما يتابعه في شبكات التواصل الاجتماعي، والمؤسسة الدينية أيضا لها دور مهم خاصة في مستوى الكتاتيب وغير ذلك من المؤسسات الدينية التي بإمكانها أن تقدم هذا الجانب، جانب السماحة والاعتدال في الدين. ومن المهم بمكان أن نربي الطفل على التسامح وعلى الاعتراف بثقافة الآخر وباختلاف الآخر، لأن هذا مهم جدا في أن يجعل شخصية الطفل شخصية معتدلة ومتوازنة. يضاف إلى ذلك أن المحتوى الرقمي العربي على الشبكة للأسف هو محتوى لا يتجاوز حدود 2% أو 3% على أقصى تقدير. لذلك من المهم بمكان أن يساهم أصحاب القرار المثقفون والأكاديميون في نشر محتوى رقمي على شبكة الإنترنت يكون بلغة عربية سهلة وميسورة يمكن للطفل أن يفهمها. و المدخل اللغوي هنا مهم جدا، لأن اللغة هي أساس تشكيل شخصية الفرد. من المهم أن نعلم الطفل أن يسمي الأشياء بأسماء عربية، أن نعلمه أن يعتز بلغته العربية وبانتمائه إلى فضاء حضاري عربي، وأن ينهل من التراث العربي ما كان مفيدا بالنسبة له وبالنسبة إلى الاجتماع العربي عموما. لذلك فهذه المداخل على اختلافها تساهم في تنمية جيل صاعد سوي وقادر على الابتداع بمهمة المشاركة في هذا المجتمع الدولي المتعدد الثقافات ومتعدد الجنسيات
ومتعدد الروافد الفكرية. لي عودة إليك أستاذ أنور، لكن سيد صالح ذكرت أنت بعض النقاط المهمة بأن يجب تعليم الأطفال الآن في الشتات وفي المهجر في تركيا وفي غيرها علوما معينة حتى يصبحوا قادرين على التأهيل الطبي والعلمي، لكن لو وضعنا مقاربة عامة لما ينبغي أن يكون عليه الأطفال في المستقبل للحفاظ عليهم لوقف مسلسل التدهور الذي يعانون منه، من أين ينبغي أن تكون البداية؟ حقيقة الأمر يعني لابد القضية، أي تعليم هو قضية متكاملة، المعلم، المنهج، الأسرة، وطبعا البيئة العامة المجتمعية، وإن كان الثلاثة الأولى هذه مهمة. فلذلك المؤلفون المتخصصون بقضايا الطفل يجب أن يتداعوا إلى تأليف مناهج خاصة لأطفال الحروب، أيضا الرعاية الصحية والنفسية للأبوين، هذه من القضايا المهمة، أيضا توفير البيئة وسن القوانين وغير ذلك، كلها عوامل مساعدة في عملية تعليم الأطفال، ليس التعليم بمعنى فقط القراءة والكتابة وإنما ربطهم بهويتهم. فتدريب المعلمين، الاهتمام بالأسرة وتدريب المعلمين الحقيقة، لأنه جزء من عملية التعليم بالإضافة إلى المنهج هو التعليم بالقدوة، فالقدوة من هو قدوة الطفل؟ هو معلميه وأبويه، ولذلك على المؤسسات الاجتماعية والتربوية وكما وعلماء الدين الإسلامي والوجهاء دائما أن يسعوا في عملية إصلاحية شاملة للمعلم وللأبوين، بالإضافة إلى ما تحدثنا فيه عن المناهج. هذه المنظومة لابد أن تتوفر قدر الإمكان لأجل أن ننتج أطفالا فعلا يكونون رجال المستقبل وقادته. الأعمال الفوضوية والترقيعية والغير منظمة نتاجاتها ضئيلة وتنتهي مع الزمن، لذلك نحن مدعوون جميعا، العلماء والمفكرون والوجهاء ورجال الأعمال والمؤسسات الثورية والدينية وغير ذلك، إلى النظر بعين الاهتمام إلى أطفالنا، لأنهم رجال المستقبل، وهؤلاء مسؤوليتنا أمام الله والتاريخ، ولا نهضى لهذه الأمة بدون إصلاح هذا الجيل. لكن هل هذا عمليا ما تفضلت به عمليا ممكن التحقق، أم أنه يعني شيء تصور خيالي أو شيء يعني مثالي في ظل الظروف الراهنة؟ حقيقة الواقع في ظل الظروف الراهنة كما قلنا دائما وأبدا، الرمد أهون من العمى، فالأموال موجودة وتضخ وبكثرة، لكن تحتاج هذه الأمور إلى حالة تنظيمية واستثمار القدرات استثمارا أمثلا، ويجب أن نعمل ويجب أن نبدأ ونبرئ ذمتنا أمام الله وأمام مجتمعاتنا، هذا العمل واجب. نعم. وأيضا دائما وأبدا ندعو إلى سن القوانين في نعم. المناطق المحررة وغيرها التي تساعد على نوع على طيب. نمط هذه الأعمال. طيب أختم معك أستاذ أنور، يعني سؤال هو ليس مبني على افتراض النوايا ولكن على مراقبة مخرجات أداء الحكومات العربية، هل تعتقد أن هناك إرادة حقيقية لإنتاج جيلا عربيا سويا بفكر معتدل بإقدام بحيوية في المرحلة المقبلة؟ وإذا لم تكن هذه الإرادة موجودة فعلى من تقع مسؤولية إنتاج هذا الجيل؟ للأسف أستاذي الكريم، الأنظمة السياسية العربية لا ترسم استراتيجية واضحة لحماية الأجيال الصاعدة والعناية بالأطفال قانونيا وتربويا وصحيا. هذه معظم الأنظمة العربية مشغولة إما بتعزيز هيمنتها على النظام الحاكم واستئثارها بالثروة في الدولة، أو أنها معنية بخوض حروب عبثية لا فائدة منها وبتركيم الأسلحة على حساب توفير خدمات القرب لمواطنيها عموما وللأطفال خصوصا. يكفي أن أشير هنا إلى أن الأطفال في مالي وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وجهوا رسالة إلى منظمة أنقذوا الأطفال Save the Children. في هذه الرسالة يقولون: من فضلكم استبدلوا الأسلحة كتبا بالكتب واستبدلوا الرصاص بأقلام الرصاص. يعني هذا صوت الطفل، الطفل يريد توفير الخدمات الضرورية لكي يكون كائنا سويا فاعلا في المستقبل. هذه الأنظمة العربية من فكت يعني تبحث عن استمرار هيمنتها على الشأن العام، لكنها لا ترسم استراتيجية واضحة
للأجيال الناشئة ولمستقبلها. لذلك من المهم لمكان أن تطلع النخب الثقافية والأكاديمية العربية بدورها في توفير محتوى رقمي عربي على شبكة الإنترنت، بدورها في توفير كتب ومجلات وصحف مواجهة إلى الطفل العربي. أشكرك. لأن هذا الطفل هو عماد الأمة وهو مستقبلها لا محالة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أنور. في ختاما مشاهدينا الكرام أشكر ضيفي الكريمين، معي في الاستوديو الأستاذ صالح فاضل المستشار التربوي، وكان معنا عبر خدمة زوم من مدينة سوسة الساحلية في تونس الخضراء الأستاذ أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة بتونس. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.